أحسن الله إليك. يقول في سؤال الآخر: منزلي ملاصق لمنزل والدي رحمه الله تعالى، فهل هناك من بأس إذا قامت والدتي بزيارتي في بيتي وهي الآن معتدة لوفاة والدي؟ أفيدونا جزاكم الله خير. معتدة للوفاة تبقى في بيتها، وهذا من أحكام العدة وأحكام الإحداء، تبقى في بيتها حتى تنتهي العدة ولا تخرج منه إلا لحاجة لا بد منها، والزيارة ليست لازمة، فبإمكان قريبها أو صديقها أن يزورها في بيتها. وأما أنها هي التي تذهب للزيارة فهذا أمر غير ضروري ولا حاجة إليه. نعم.